بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي العربي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الأخوة مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ونحن نلتقيكم على الخير والمحبة وحلقة جديدة من برنامج مضايف أهلنا. حيا الله الأخوة المشاهدين أينما كانوا في العراق والوطن العربي والعالم. أعزائي المشاهدين، دائما نتمسك بقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا كعرب، ونحن في العراق نشعر وهذه حقيقة إننا يعني ثقل هذه العوائد وأهلها ومنبعها، ولذلك نؤكد في كل حلقة مع الأخوة الشعراء والضيوف أن يتمسكون بهذه العوائد وأن يعلمون الأجيال وأولادهم وعيالهم على قيم الآباء والأجداد في الكرم والشجاعة والإيثار والحمية وكل المعاني الحلوة اللي تربينا عليها ونعتز بها نحن عرب، وإن شاء الله نبقى مع أشقائنا وتواصلنا مع أشقائنا العرب في الجزيرة العربية في الخليج العربي في كل أمتنا العربية، هكذا هي تقاليدنا وسنبقى متمسكين فيها ما دمنا حيين. حيا الله الأخوة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم. حقيقة ضيوفنا لهذا اليوم نخبة من شعراء النبط المبدعين واللي لهم بصمة حقيقة في هذا البرنامج من كنا في الفضائيات الأخرى قبل أن تحول إلى قناة الفلوجة الفضائية. حقيقة احنا لا نطلب من الأخ الضيف أن يقول قصيدة معينة، ولكن هو يحمل هموم ومعاناة وما نعيشه من في هذه الظروف الصعبة اللي مرت على العراق والأمة العربية من 2003 إلى يومنا هذا، من الضياع والمشاكل والهموم والتفرق والنوب جت فوق كل هذا، جائحة كورونا أبعدت الناس، ولكن الحمد لله إن شاء الله عدت والله يسلم الناس إن شاء الله من شره. فنرحب أجمل ترحيب بضيوف حلقة هذا اليوم، الأخ الشاعر عادل الهمزاني. الله محييك أخ عادل. الله يبجيك معمر استر عليك. يا أهلا وسهلا، ونتشرف اليوم بوجودنا عندك في قناة الفلوجة، وحيي جميع المشاهدين خلف الشاشات وأمسيهم بالخير، ونبدي حنا إن شاء الله بعد أن نرحب بالضيوف والبداية. نعم. إن شاء الله. نعم. الله محييك يا أهلا وسهلا. نعم. حقيقة من كبيسة، من مدينة كبيسة بمحافظة الأنبار، قضاء الرطبة، يأخذ لقب الكبيسي، وهذا مفخرة بأهل الأنبار. ما لك زود خول العزيز.
والأخ العزيز الحاج ومختار الرطبة، الأخ الضيف الشاعر العزيز نافع الكويسي أبو حذيفة، الله محييك. الله يبجيك، الله يبجيك خالي العزيز. جيت من اللي دعيته ومن حضر، جيت من اللي دعيته ومن حضر، والقلب مغمور في أجمل شعور. جيت شاعر مهرتي حروف الشعر، وفي قربكم شوقي مديته جسور. أبو معمر إلك مني كل الشكر، لأنك أنت جمعتني بأحلى حضور. الله محييك، يا مرحبا، ساعة المباركة. الله يبجيك. طبعا تغمرني السعادة والغبطة والسرور أن أكون مشارك في قناتكم الموقرة، قناة الفلوجة، وبرنامجكم الموقر الكريم الراعي للشعر والشعراء. ولا يفوتني أن أشكر الأخ صدام السحل أبو محمد، لأن لولاه يعني ما وصلت إلى هنا عبر التنسيق. ولا يفوتني أن أشكر ابن عمي الغالي الشاعر أركان الكبيسي الذي قام باستضافتي هو وأقاربي وأصدقائي في محافظة أربيل. ولك الشكر والتحية والتقدير أستاذنا العزيز وخالنا العزيز أبو معمر. الله محييك، ساعة المباركة. الله يحفظك. أهلا وسهلا. ولمشاهدين الكرام ولجمهورنا خلف الشاشات أمسي عليهم بأحلى تحية، وإن شاء الله نكون خفيفين الظل. الله محييك، ساعة المباركة. الله يبارك بعمرك. يا حي الله أبو حذيفة، أهلا وسهلا. أيضا الأخ العزيز الشاعر صاحب البيت المشهور تغزل مذبوح من طب الهمر، شاعر أحمد الشطي أبو فيصل، الله محييك. الله يبجيك أبو معمر، ولنا الشرف أن نشكركم على هذا الحضور، أنت وكادر قناة الفلوجة للإطلالة من جديد على مشاهدينا الكرام خلف الشاشات داخل الوطن وخارج الوطن. حياك وإن شاء الله نكون عند حسن ظنك إن شاء الله. ساعة المباركة. الله يبارك بعمرك. أيضا أخونا العزيز زيدان اللي كان معنا في صلاح الدين وقبله شاعر رائع، وسمعنا النشيد قبل شوي زيدان عقاب الشمري، الله محييك يا جديدي. أبو معمر الله يحييك، ونشكرك جزيل الشكر، نشكر قناة الفلوجة الفضائية على هذه الاستضافة. يا أهلا وسهلا، ساعة المباركة. حقيقة احنا مسرورين جدا أن نسمع اليوم شعر النبط، و المشاهدين في العراق والوطن العربي إن شاء الله يتابعون هذه الحلقة من خلال اتصالنا، راح نبلغهم يعني، أكيد الشعراء بلغوا كل الأخوة المشاهدين القرائب والأصحاب وفي داخل العراق وخارج. فالبداية مع الأخ عادل. أبشر أبو معمر. هلا والله. أقول لا تلوم الذيب لو قام ويعوي، جاي يدور على لقمة عشاه، له 8 سنين مجوي منطوي، والكلاب تراغبه تمشي وراه. كلنا يا ذيب مثلك يا الخوي، كل صعبي لين والواقع رضاه. ما رنا هنيك للساعة قوي، شوفني ما قوم في يدي عصاه. لو تشوف اش كثر قلبي محتوي من هموم، تصرخ بقلبي صداه. ما أذوق النوم تقلني جلوي، حالتي يا ذيب ما راوي رواه. تهت في درب طويل وملتوي، ما وصل ديرتها له اللي مشاه. ناس تتعب وناس تاكل مستوي، وناس ما تكرف ولو ريحة شواه. من تعب يلعب ومن كفه روي، والشقي يبقى شقي طول الحياة. ومن حفر حفرة ترى فيها يهوي، وليخاف الله ترى ربه معاه. سلامة. صح الله لسانك. تسلم تسلم الله، صح الله لسانك. يا أخوي الله محييك أبو حذيفة، أهلا وسهلا. أبقاك الله خال العزيز، ولي الشرف، وصح لسان شاعرنا العزيز كفى ووفى. ولكن البداية على الوطن. نعم. وهموم الوطن. الله الله. أقول أبدي باسم رب العلا،
أبدي باسم رب العلا المغني المبد المعيد اللي باسمه أبتدي قافي مع مدخالها الواحد الفرد الصمد القاهر الحي المجيد اللي خلق سبع الطباق وأرضها وجبالها قاهر وقادر مقتدر على الخلائق والعبيد يا رب اصلح أمة المختار مع أعمالها من موقف نار الجحيم تقول هل لي من مزيد يوم الحجارة والبشر وقودها وشعالها والجنة تفتح بوبها الكل من له حظ سعيد يا رب اجعلنا من اللي يسكنون ظلالها آمين يا رب ارحمنا في يوم الحشر يوم الوعيد لا وهني اللي حضب روض الجنان ونالها ومن بعدها أبدي كلام صارخ فيه القصيد أترك مهازيل القوافي وانتقي بجزالها واقول يا بغداد عد عيناك يا دار الرشيد يا دار جعفر والمثنى يا كريم اخصالها دار السلام وكل يوم صادح فيها النشيد عيناك يا بغداد كل واحد لها غنى لها دار السلام وكل يوم صادح فيها النشيد عيناك يا بغداد كل واحد لها غنى لها يا قلعة الأبطال يا دار لها مجد تليد يا قمة شمة يصعب على الذي يرقى لها أبكي وداعي وانتخي والنار في جوفي تقيد يندى جبين وكل شريف اليوم هو يرثى لها نعم أبكي وداعي وانتخي والنار في جوفي تقيد يندى جبين وكل شريف اليوم هو يرثى لها يا حيف دار للعروبة انباعت بمال زهيد وتفرقت أرجاءها وتقطعت أوصالها يا حيف أي والله يا حيف دار للعروبة انباعت بمال زهيد وتفرقت أرجاءها وتقطعت أوصالها يا ذا الوطن اللي انحكم بالنار وسجون وحديد كسرى يسكب دمها وقارون يسلب مالها كن السعادة أدبرت بالعيد ما ياتينا عيد وشلون ياتينا فرح واللي يحكمون انذالها بلا والله لا بالله ما في عيد الله الله كن السعادة أدبرت بالعيد ما ياتينا عيد وشلون ياتينا فرح واللي يحكمون انذالها وفي كل ركن تلقى لنا مصيوب لو تلقى شهيد ورجال بسجون الظلم مقيدة بغلالها وبكل بلد تلقى مهاجر تارك أهل وطريد ضاقت به دروب الحياة وساءت بأحوالها يلج قلبي بالوجد لجت عصافير الجريد يوم أرى دمع اليتامى هامل من أطفالها أي والله يلج قلبي بالوجد لجت عصافير الجريد يوم أرى دمع اليتامى هامل من أطفالها ويوم أشوف ابن الوطن في غربته عايش شريد ويوم أشوف على المزابل عايشين عيالها ويوم أرى دمع العجوز اللي لها ابن فقيد تصرخ صرختها تئد في أرضنا زلزالها ويوم أشوف الربضة أيوه لا المشكلة ويوم أشوف الربضة يحكم على الناس ويسيد الله عليك يحلل بحرامها ويحرم بحلالها والله صحيح وبعودهم مثل الثلج نعم تمثال من كذب وجليد وكأن. يوم اشرقت شمس الحقيقة ذوبت تمثالها من هو الذي بهذا الوضع اللي تراه مستفيد اللي على شلاء الجثث يرقص فوق اطلالها وين الرجال اللي بهم ينهض مجدنا من جديد
العراق ينخاكم يداعي وينكم يا بطالها ينخى يداع رجالها وكل من له عقل الرشيد المهرة بحسوقها تصل تبي خيالها يجب علينا نتحد إن شاء الله يجب علينا نتحد والإيد نشبكها بإيد غرب مع شرق ووسط وجنوبها وشمالها وين النشام اللي لهم صوت الكمار صوت الرعيد ماتت مالت ترحمول الوطن وانتم تشيلوا حمالها وين الرجال اللي ترد يلي تنادينا وتريد عيناك وعيون الوطن اللي تبي إجرالها تمت وصلوا على النبي بعداد ما قالوا قصيد وإعداد قطرات المطر وإعداد حب رمانها عليه الصلاة والسلام صح الله إنسان أحسن الله كريم نفرح إن شاء الله ونعيد يوم وفك أسرها بغداد إن شاء الله يا أسير أبيد الظلام إن شاء الله يا رب جزاك الله خير وصح الله لسانك أبو فيصل أبو معمر أن الكبويس يردنا رد حنا إيه فاكو أبيات رد على الشاعر خميس الحمد أبو شعلان من الزوية من الحوري نعم هم حول تقريبا هالموضوع هذا فالوقت ما يسمح نقول قصيدة إيه خميس الحمد فأقول حي الكتاب اللي لفانا معناه عبر الأثير اليوم ما هو بظروفي إعداد ما خط القلم بس جلاه وإعداد ما خطت قصايد حروفي من راس بيطار على الطيب مبداه شاعر شمخ بالمجد تريم عروفي هذا أبو شعلان ارتغى راس مجلاه يوم النخان يريد ورد قطوفي ابشر بردي جاك عذبة سجاياه طوعت لقيفان شعري وقوفي شبه العساكر يوم تهجم على أعداء بالمعركة لا صار ضرب وسيوفي ترى الكرم والطيب ما هي حكاياه اللي شمخ بالطيب تريم عروفي الرجل لا من طاب تفرح عناياه يرفع مقامه يوم تلف ضيوفي تستاهل مد الفناجيل يمناه كساب للنعمين شوق الهنوفي والرجل لا من خاب يفضح قراباه يكسب فشل يا أخوك ما به سعوفي يبغي الجمع المال واضح مسعاه ولا جاه ملك الموت عض الكفوفي الرجل وقت يموت يلفي القبراه المال والأصحاب وأهله يعوفي دنياك هذه يا الخوي زاد بلواه زود على بلواه حملة كلوفي واللي بغيت الذيب يسرح مع الشاه شوف العراق اليوم شمسه كسوفي أيوة دار لنا راحت على غير مشاه هذا الوقت يا أخوك ما بهن صوفي دار الرشيد اليوم أكفت به إعداه أمس الظلام اليوم عينك تشوفي تبكي رجال دوم تسهر على حماه ما تذنيك إلا المحن والظروفي ولو يتوحد شعبنا يثبت أخطاه ترجع على دار العروبة الإلوفي حزمة عصي ما تنكسر لو كسرناه وإن فرقتها تصير والله شغوفي بالخاتمة أرسل سلام وتحية بس كتحية مع الطرف في حروفي أسلام وسلام أسلام أحسنت صح الله لسانك أسلام أبو فيصل أي والله أي أخوي زيدان أجديلي الله محييك الله يحييك أبو معمر قصيدتي موجهة إلى الشعراء الأستاذ الكبير أبو أحمد والشاعر فهد السليم الجذيلي أقول لابن همزان موجهة وابن درويش أبيات شعري خيطها من قماشة يا مال قلب كن في داخله شيش متخالفه بين الضلوع الشياشة يا مال قلب كن في داخله شيش متخالفه بين الضلوع الشياشة وصملان قلبي ما ترون معاطيش والعين تسهر ما تقبل فراشة ومن فكري القلب تروح المطاريش لو دقت بوابه تغيب الدهاشة ببلادنا هاضت علينا الحنافيش ببلادنا هاضت علينا الحنافيش عايش على رزق الشعب بالقشاشة وأطفالنا تبحث على لقمة العيش والحوت ياكل باليتيم ومعاشه وأطفالنا تبحث على لقمة العيش والحوت ياكل باليتيم ومعاشه واليوم صرنا
في بلدنا مباليش من خيرنا قامت تجينا البلاشة، طريقنا مسدود نمشي على ويش، والأرض تحت قدامنا بهشاشة، مصيرنا مجهول مثل المداويش، نقول ماخوذين ويقول باشا. الله الله الله. مصيرنا مجهول مثل المداويش، نقول ماخوذين ويقول باشا، والموج يضرب ما وقفنا على قيش، 20 عام ولا وصلنا قياشة. الله. 20 عام ولا وصلنا قياشة. الله الله. سلامتكم. تسلم. رد لك ابو احمد. ابو احمد رد لي بس يمكن عاد ارد، ما ادري موجود عند ابو. لا والله ما تدري، ماني حافظ لحد الان. ان شاء الله. شكرا جزيلا. تسلم. صح الله يسامحك. صح بدنك. تشبه الجلد السحاب، تعجب الركاب اليوم النهر يجيبها، تعجب الركاب لما النهر يجيبها. المكينة تشبه الجلد السحاب، تعجب الركاب اليوم النهر يجيبها، وصل المكتوب إلى اليقرى كتاب، والرسالة قدرها بيد القضيب. وصل المكتوب إلى اليقرى كتاب، والرسالة قدرها بيد القضيب. ما يسد الهاتف ولا سد باب، والقصايد دوم ما يجهل طليبها. وما يسد الهاتف ولا سد باب، والقصايد دوم ما يجهل طليبها. يا ربيع النفس يا جنة ترطب، والمكارم عين ضيوفه ما حجيبها. حيا الله الأخوة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. نتواصل في هذه الحلقة من برنامج مضايف أهلنا. الجمعية أو فرع صلاح الدين أبو أحمد. نعم. لدينا شعراء نبط معك في الجمعية وجاردين أسماءهم. نعم. موجودين إن شاء الله. سولف النعم. إيه عندي بالضبط الشعراء. إيه. مرزان السحيم. نعم. وهلال شعرنا الكبير. الله. غني عن التعريف. إيه أبو دهان. وأبو ذيبان زيدان. نعم. ومحمد المطار. الله. كان عندك قبل. نعم. يوم. كان عندنا. نعم. إيه ما يحضروني والله، يمكن تقريبا 10 أو 15 شعر. خير إن شاء الله. نعم. فيكم البركة إن شاء الله. وفيك أكثر. إيه أخوش اختار الأخوة المشاهدين. موجودة أبو معمر إن شاء. نعم. الله ما يرضيكم ويرضي المستمعين. أقول تريض واسمع أبياتي قبل ترحل تشيل الشيل. الله الله. ترى حملك ثقيل ولا تشيله غير أنا أكتافي، توارثنا الغيم والطيب جيل ناخذه من جيل. نعم. على العادات ما نخلف مع الصاحب ترى نوافي. تثقل واسمع للحين ما جتك بنات الخيل، تجيك مهاري الضمر عليها راكب سنافي. أنا أقول الكلام الجاك مني ما يبي تحليل، عليك أرسل قواف الشعر وانت حلل أهدافي. إذا تدري إن خلقنا روس ما نقبل تبع للذيل، إذا تدري إن خلقنا روس ما نقبل تبع للذيل، تشوم الروس ما تركع يا غير الرب هالشافي. شافي. أنا بحر وسفن ترسي على صدري توال الليل، أنا بحر وسفن ترسي على صدري توال الليل، تعجز الناس لتخوضه غريق ومنها تخافي.
أنا الليلة الستر بعض العرات المذنبة بالليل، تحملت البرد لجله وعطيته واحد الحافي، تحملت البرد لجله وعطيته واحد الحافي. أنا الليلة الستر بعض العرات المذنبة بالليل، تحملت البرد لجله وعطيته واحد الحافي. كثير أشياء في راسي يعوزها حذف أو تعديل، عشان ارتاح ما أفكر ويبقى الراس لي صافي. تواضعنا وعلينا هم تمادوا واشتفوا بالحيل، وانا حضني حنان وللقرابة والخوي دافي. نوفي من يوافينا ونسامح من علينا يعين، ونشب النور في وجه الظلام ويرجع خلافي. سمعت فلان يتكلم على زيد وعمر بالجيل، وهو والله ما يسوى كتاباتي على غلافي. رسالة وانصحك فيها خذ السونار والتحليل، ترى انت مريض النفس منه وقال متعافي. زمان فيه تتغير هل القالات والتهويل، عزيز النفس ما همه ولو يمشي الزمن حافي. أبي أجلس على دلالي، أبي أجلس على دلالي وزين دلتي بالهيل، وجنب مجلس القال وقلت والهيس والهافي. أعز النفس ما ذله خوي فيني في سماي سهيل، هلا باللي يبي شوفي هلا بالصاحب الواقع. هلا والله تسلم، صح الله يسامحك. يا هلا يا هلا، ما قصرت يا أخوي أبو حذيفة، الله محييك. أبقاك الله، أبقاك الله خال العزيز. قصيدة إلها موقفها، نعم، حصلت لي يعني، فأقول لا تشكي الحال خلي الحال مستورة، مستور لا تشكي الحال خلي الحال مستورة. ما جاك هم من تراك بكثر ما جاني، ما جاني جروح المصايب تراها بقلبي محفورة. لا تجعل الملح فوق الجرح يا فلان، الله الله. جروح المصايب تراها بقلبي محفورة، لا تجعل الملح فوق الجرح يا فلان. عزي لنفسي بلاها اليوم مكسورة، وقلبي من الهم شبت فيه نيراني على زمان رمان اليوم بشورة، وكم واحد في مصابي صار شمتاني. على زمان رمان اليوم بشرورة، وكم واحد في مصابي صار شمتاني. كني وسط غابة ووحوش مسحورة، ما كنهم عندنا أصحاب وإخواني. يا صاحبي يا صاحبي، دنيتك بالعون حزورة، وما ينعرف صاحبك إلا بالمحاني. الصاحب الزين من أفعال مشهورة، اللي على الناس مذكور بإحساني، ولا الردي يخذلك ويقدم عذورة. دخيل ربي عسى ربي لا يبلاني، اللي على قبور ربع عمر قصورة، بصورة ملاكي تخفى خلف شيطاني. عالم وشيخ وتاخذ منه الشورة، لكن أسف الحقيقة إنه الجاني حرباء، حرباء متلون كل حين في صورة، كل يوم لون تشوفه بعدة ألوان. الله حرباء متلون كل حين في صورة، كل يوم لون تشوفه بعدة ألواني. أغلب ترى الناس هالأيام مدهورة، يكفيك شرها بلا ذمة وجداني. دموع السجايب على الخدين منثورة، وما يحزنك إلا من في صحبتك خاني. والحر حر إذا حاطت به صقورة، معروف في طيرته وفي مد جنحاني. والدهر قرطاس ويكتبنا على سطورة، ويا ما ضحكنا بظلة ويا ما أبكاني. دنيا حقيرة تغرك وإنها مغرورة، ومن يا من الوقت أصبح فيه خسراني. نفسي من الهم والأيام مقهورة، وكم مرة انصابني من الناس أحزاني. اجعل اجعل ذنوبك بوسط الجوف مطمورة، ولا يفضحك ما بين روحك لساني. لساني نعم، اجعل ذنوبك بوسط الجوف مطمورة، ولا يفضحك ما بين ربوعك لساني. وفطن على الموت وكنا ندخل قبورة، وكل من على الكون لابد راحل وفاني. أو في السوالف
وفي السوالف ترى جلستنا محظورة، ودنياك يا صاحبي تلعب على الحاني، خلها على الله، خلها على الله يرتب أرضه وبحورة. رب كبير كبير الجاه والشاني، تمت وصلوا عدد حرف وعدد سورة على رسول هدانا الخير يعني عليه الصلاة والسلام. صح الله لسانك، صح عبدالك، تسلم يا أبو حذيفة، ما قصرت، نصيحة حلوة. اي اخوي ابو فيصل ولات هنا ابو معمر، مع احترامي لجميع عشائرنا وقبائلنا العربية والعراقية كل الله الله نعم، فالطيب موزع على الكل وكاد، ان كان بادية ولا حضر ولا كذا ولا كذا نعم. فانا على هالموضوع هذه الابيات هذه وعسى ان تنال رضاكم ان شاء الله، فاقول الطيب قسم للحضر والبوادي، بمر الكريم العال من بالخفايا، ذولا اسناد اللي لفاهم ينادي، بالمعركة لا صار غزة الرواية، وذولا لهم تاريخ شين وكادي، تشوش بالميدان حلوة السجايا، وذولا ترون صار ضرب الهنادي، هم الدرع بوجيه كل الطغايا، حنا اهل الفزعات وقت الطرادي، نذني نشوش انثار حج السبايا، خل انتكاتب كلنا بالايادي، لا خير في رجل يفرق العنايا، ناقب سوية بوجه كل الاعادي، بقلوبهم مدفون سم الحيايا، والله ان وقعت بضيج ذول اسنادي، كل الرفاقة تنتخي من ورايا، حنا اهل الطيبات واهل المبادئ، رغم الظروف القاسية والدعاية، واللي نوانا بحرب شاف النكادي، تاريخنا مشهود ما بو خفايا، اللي حربنا لزوم يلبس سوادي، جميعنا بالعون نمشي سرايا، وين العشاير وين نسل اجدادي، خلوا نتوحد من جميع النحايا، اللي اجتمعت اليوم شبه العيادي، اصطف واحد مع صفات النوايا، الطيب ما هو سلعة بالمزادي، الطيب يبغى له رجال ذهايا، رجال وقت الضيج علي اعتمادي، اللي تحل اليوم صعب الغضايا، بناء العشاير كاسبين الامجادي، هذا لسود المات هاب المنايا، قلته وانا من راس قوم اشدادي، شمر اسنادي واعتزي بالطنايا، صلاة رب اعداد رمل الحمادي، على النبي خاتم جميع النبايا، عليه الصلاة والسلام. تسلم ونعم من الطنايا ونعم ونعم نجباري، ما عليكم زود جميع القبائل والله عز وفخر ونفتخر به والله. احسنت احسنت، لكن الموضوع هذا لازم، جزاك الله خير، لا بلا ما قصرت، تسلم وتعيش. اي اخوي زيدان جذيلي ايش تختار؟ والله ابو معمر قصيدتي هذه نقلا عن احد المرضى، يسولف قصته ويقول راجعت احد الاطباء وكتب لي الوصفه على صيدليته المعينه. نعم. فمن جيت على الصيدلاني يوم السعر، سعر العلاج 75 او 72 بهالحدود، فقال رجعت من هذا الصيدلاني على صيدلاني ثاني، قال ولقى العلاج ب 22,000، بس شوف قال ما اقدر اعطيك العلاج لان هذه على اشاره من الدكتور على صيدليته. شوف 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 شوف، يعني هذا يا الله جانب الانسان يراح. فهذه انا صار تجاره، مع احتراماتنا لبعض الاطباء، اكو اطباء محترمين. نعم. اكو اطباء محترمين، نعم اكو، ويعانون المرضى. فهذه القصيده اقول هذه نصيحه للاطباء عظيمه، ليت الاطباء كلهم يسمعونا، نريد منكم بالمهمات شيمة، واللي يجي متوازي تساعدونه شيمة. نعم. نريد منكم بالمهمات شيمة، واللي يجي متوازي تساعدونه، كشفية الدكتور صارت جريمة، لو جاهم المسكين ما يرحمونه أبد والله، كشفية الدكتور صارت جريمة، لو جاهم المسكين ما يرحمونه، وعلاجهم كل يوم صاير بغيمة، ماكو رغابة بكيفهم يرفعونه. والصيدلاني نيته مو سليمة، سعر الدواء بالحاسبة يدبلونه، راعوا حوال الناس هذه ظليمة، فوق المرض بسعاركم تظلمونه. نعم. راعوا حوال الناس هذه ظليمة، فوق المرض بسعاركم تظلمونه،
صار المواطن للطب غنيمة، اللي يجيهم يبتلي ينهبونه. ليش الضماير يا هل الطب نيمة، حتى الفغير بسوقكم تقصبونه. الناس تشكي طول الأيام ضيمة، راح المريض من الغلا يدفنونه، رايح يموت من الجروح الأليمة، لو صار ما عنده دفع يتركونه. عيادة الدكتور يغلي جحيمة، بغلامهم أعصابنا يحرقونا. الناس تشكي من القهر والهضيمة، كل الفلوس اللي عندهم ياخذونا. الناس تشكي من القهر والهضيمة، كل الفلوس اللي عندهم ياخذونا. وبعض الأطباء نشوفها مستقيمة، متواضعين ودربهم يسلكونا. تشهد جميع الناس ما هي ظليمة، صارت تجارة عملة يعاملونا. نصيحتي نطلب من الصحة جهود وعزيمة، موضوعنا المذكور لا يهملونا. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله صاحبنا كان يهيئ ناس إنسانيين يهتمون بالمواطن وما يتخذوا تجارة. والله يا أخي نبتعدوا عن الإنسانية للأسف. صاحبي بقصد ما يرشب ضوى، يرتي المال على القلب الحزين، يحسبني يوم اجيب تهجروا مدى شبه واضح خط طوها لون هو درهمات يا لقلوط الاولين، يا عايشيري ما بغيت اليوم سوى يوم مقدوم عليكم. أعزائي المشاهدين حياكم الله، مسك الختام لهذه الحلقة القراءات الشعرية المختارة. دون أن نختار ونقول
نوع القصيدة، ولكن الخيار لكم الأخ أبو أحمد. والله أنا بعقلي قلوبهم خضر الربع. والله أبو حذيفة. أبو حذيفة. لا شجعنا أبو فيصل. أقول ما جد ما جدنا من الشعر الجديد. الله الله. ما جد ما جدنا من الشعر الجديد والقوافي كنها مزن بردي قيمت واشتد همال القصيد لين غاب سهيل يتلاها الجدي يتلاها الجدي نعم قيمت واشتد همال القصيد لين غاب سهيل يتلاها الجدي واستهل الفكر من قاف جديد من بنيات الشعر قمت حدي شوفتك يا صاحبي هي يوم عيد يسعدك ربي في عمر مدي يا عيون الحر في وقت الهديد لا دعيت وطار من راحت يدي أبعد عن الشوف ظنه ما يعيد أبعد من الشوف ظنه ما يعيد وأنا بعد مخاوي الليل وحدي ها قلبي وعطني قلبك يا البليد بالكنام الليل يمكننا يهدي يا الله الهجوس بخاطري يوقد وقيد استفزن لين بيح مقصدي والسباي بمهرة ما بيده حديد الله والسباي بمهرة ما بيده حديد بيحت مكنون سدي وجهدي كاملة والكامل الله يا حميد لكن ما جابها الحظ ضردي الله لكن ما جابها الحظ ضردي الله الله سلامتك يجيبهم الله تسلم صح الله لسانك صح بدنك اي ايش تقول ابو حذيفة والله احنا نطلع من جو ال بس ردنا خال العزيز هو اللي يبدا الغزل حتى يشجعنا معذورين يا شباب من حقكم تغزلوا لا لا ويبي يتغزل لا قلوبكم خضر كل كل شباب ان شاء الله ان شاء الله يطول اعماركم ان شاء الله اقول يا مساء المسك ما أجمل مساك الله يا مساء المسك ما أجمل مساك أنت يا المحبوب قلب اللي يبيك أنت اللي لاعب في هواك في شغاف القلب العب ما عليك العب ما عليك خذ راحتك يا مساء المسك ما أجمل مساك أنت يا المحبوب قلب اللي يبيك الله أنت اللي لاعب في هواك في شغاف القلب العب ما عليك القلب والعين كلها في فداك إن شاء الله وكل غال تطلبه برخص يجيك هذا الكرم ما عليك إلا تأشر في يداك كلنا بأمرك وكلنا رهن يديك عفية نعم ما عليك إلا تأشر في يداك كلنا بأمرك وكلنا رهن يديك من جمال الكون سبحان العطاك ما عطل غيرك جمال منه فيك سبحان الله ومن قوام الريم مخلوقه قواك ومن عيون الطير مرسومه عينيك ولا شعرك في مهب الريح حاك احلى صوره شعر اكتبها اليك يا لطيف ورده الرمان مختومه بشفاك ولولو ومرجان في فم ضحيك والوجه بدر وضاوي من ضياك يا ضوى عمري ليلي يرتجيك الأرض تتمنى لو تمشي خطاك تنبت الأزهار في خطوة مشيك الله الله الأرض تتمنى لو تمشي خطاك تنبت الأزهار في خطوة مشيك ما أظن ينجح وصف في مرتقاك لأن كل وصف جميل هو فيك حارثة يا الربع ما أظن ينجح وصف في مرتقاك لأن كل وصف جميل هو فيك الله الله لك وجود في القلب محدا سواك أنت وحدك بالقلب مالك شريك يا مناة الروح أتمنى رضاك وكل منايا يا رب لأكواني حميك بارك الله ومسعد البيت الحواك وابغي المحبوب بيتي يحتويك أخذ هذا من القلب شعر إجاك وكل شعر أكتبه بحقك ما يفيك وكل شعر أكتبه بحقك ما يفيك أحسن إن شاء الله يطلع الشباب يا أبو حذيفة
بعضنا شباب. الوصف هذا بعضنا شباب. كنا شباب ان شاء الله. ايش خليت لهم الرجال؟ انا بس اقول باكر ام حذيفه سمعت هالقصيده باكر وين بعد وين يروح؟ وين تروح؟ ما انا اقول ايش خليت للشباب؟ الله يحفظك. ما خلص لو يريد يجيبها للبيت. البيت يريد يشبسها بالبيت. يريد يجيبها للبيت والله. والله بس كلام. شي خلصك؟ شي خلصنا؟ صدهنا. يا ابو فيصل والله يا اخوي انا مثل يقولون مقصوده ايه هذه القصيده هي مقصوده الله الله مقصوده للاخ العزيز والغالي والحبيب ابو عزه ابراهيم الحلبوس الهيبي الله الله تعال يا ابو عزه والله مقصوده القصيده عيد لك طبعا جواب على القصيده له اها يقول به هو يقول البارحه بصدري كمفور تنور يوم السمر جني على غير ميعاد السمر طويله قصيده على دلال وعلى مدري ايش وتغزلت خبر اقول البارحه قضيت انا الليل مقهور سهران ليلي ما تهنيت برقان كني طريح مساهر العظم مكسور ولا جريح من الملاير تجضمان سبت حروف جتنا اليوم بسطور قافل لفاني اودع القلب بالهاد مثل الجواهر صاقها كف مسطور بيطار شعر وطرز القاف بنشاد من راس ابو عزه كمفور تنور يوم السمر جنه على غير ميعاد والشوق والصب على ابطال وصقور قام يتفنن بالشعر كيف ما راد عز الله انه كان بالوصف معذور شوق له شوق المعاميل اللي بجاد ساعة غريتها صرت بالعون مبهور هم اللفاني يلخلق والحزن ساد قمت اتقلب يا الربع تقل مسحور شو مثل الشعيرة بضامري والجسم باد هاج الضمير وانت فضفجة النور جن القوافي وللشعر صارت تعداد وافترد ولا بالشعر تقل ناعور يغرب فقار لا يجي فيه نقاد تعانق الصعب القوافي تقل سور مثل الصواجع بس ما عقب الارعاد قلت لعين الشال حملة على جور نشيل حملة لو بغى الحمل يزداد وابشر بنخوة تود على القلب مسرور نخوة نشام تزيد تزيح عم من بالأكباد وابشر بنخوة تود على القلب مسرور نخوة نشام تزيح هم من بالأكباد وابشر بربع بالشعر كله حضور فرسان ساحة الشعر وقت الأطراد درب العسر نمشيه لو كان محظور ندوس خشم المعتدي غصب وعناد وانت الذي أخوك بالجود مشهور طبع لكم والجود من طبع الأجواد وانت الفهيم ودارس كل البحور من لابتن دايم على الطيب والراد خوذ النصيحة والتزم صام للشور العن إبليس واعتزم درب الأرشاد خلك حليم واترك إبليس مغرور يرمي الفتن يا أخوك بدروب الأعباد بعض البشر يا صاح للطيب ناكور
يمشي بدرب الأرض صار ينقاد المثل هذا بالبشر دوم محقور يعيش بالحيلة مع الكذب وحقاد تراه فايه يلخ وبرفقته تبور ابعد عن اللي بالكذب صار معتاد دور على اللي لا وقع حملك يثور يتعب على كسب المكارم والأمجاد واترك هواهم يلخوي منت مجبور ما فاز باللذات كل من ترارات كثير قبلك بالتواريخ مذكور قضى حياته بضيم محصل مراد وسهيل قبلك ساكن نشم خلقور دمعه على الخدين يشدن الأقوال بينه وبين صواحبه سار عاثور تعرضه من رب العباد للدار كل خذ من دني تحظ موفور هذا النصيب وحظك اليوم ما جاك ترى النصايح بالملا صار له دور بعض النصايح تنشر قبل بذواد صلاة رب إعداد ما تنبت زهور وإعداد نجم بس ما فوق وإعداد رمل الصحاري والنباتات والطيور على الرسول الهاشمي خير الأعباد عليه الصلاة والسلام والله أقول له هذه مقصودة لك ويفتهم المعنى والله وصلت جزاك خير والله كرخان أجاح الله أحسنت والله أبو فيصل تسلم والله يا أخوي زيدان عندي هذه الأبيات على عشيرتي عشيرة الجذلع يا للعود درع الأسلم والنعم من كل القبائل لكن يقولون أهل قبل الشاعر اللي ما يتمجد عشيرته مو هو بشاعر لا بأس يقول جاك ولد العود بمثال جزايل من سلايا العود ومثاله جزيلة يوم ضرب السيف والخيل لصايل بالحدب والرمح حامين القبيلة ماخذين الصيت من دور الرحايل كم شجاع معتلي فوق الأصيلة والعدو من فعلنا شاف الهوايل نضرب العدوان بسيوف صقيلة ننتخي العيون من فل الجدايل كم شجاع بالمعارك ينتخيله لابتي بالكون وافين الخصايل كم عجيد بلقى شقة وصميلة لو تطان بعجها والدم سايل والخيول المرهمة تسمع صهيلة سجلوا بسيوفهم مجد وفعايل النشامة سجلت وقفة رحيلة ونبتدي في وقتنا عيال الوايل كم شجاع بلقى يرهب جبيلة كم شجاع بلقى يرهب جبيلة وكم شجاع طاح من دون العوايل وكم شهيد مات في راس الطويلة المعارك طاحنا والضد عايل والمدافع ترعد وتسمع دهيلة راحوا من عيالنا والله فصايل ينطح الرصاص والموت عنيلة تنضرب بفعالهم كل المثايل يوم غار المعتدي وما فيه حيلة حافظين المرجلة من دور حايل الكرم والمرجلة ماكو بديلة والتحية مننا لكل الحمايل أهل التاريخ ودروب الفضيلة هذا اسم الطيب والله تستاهل أجليلي الله يسامحك ما جيت أدور في قصيدي مشاهير حب الطناية في ضميري معمر ما جيت أدور في قصيدي مشاهير حب الطناية في ضميري معمر أكتب على وضح النقل الجماهير يحيى ويموت النبض في حب شمر بين الطنا والطيب وفعل المناعير يثني لهم القاف وفيهم تسمر لي الفخر وإن قلت حبي لهم غير أرشلها جنب سيوف ربعي تدمر لي الفخر وإن قلت حبي لهم غير أرشلها جنب سيوف ربعي تدمر تحية لكل الأخوة المشاهدين أينما كانوا في العراق والوطن العربي نرجو الله تبارك وتعالى أن يحميكم ويسعدكم أينما كنتم انتهت هذه الحلقة من برنامج مضايف أهلنا نشكر شكر جزيل للأخوة الأعزاء ضيوف حلقة هذا اليوم الأخ الشاعر عادل الأحمزاني والشاعر نافع الكبيسي أبو حذيفة والشاعر أحمد الشطي الشمري وشاعر زيدان عقاب أجديلي الشمري
لأزل وصهيب للتنسيق والعلاقات صدام السحل، المصورين سيف العبيدي، يحيى الميزان وعلي باسل، هندسة الصوت والمونتاج عمار النعيمي، هندسة البث والاستوديو خالد المحمدي. أعزائي المشاهدين، نلتقيكم في حلقة قادمة من هذا البرنامج. تقبلوا تحياتي وتحيات الأخ المخرج الدكتور ياسر صبيح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.